واقفين بعد ما عدى الشارع المدرعه عدت الفعل اللي شايفها وهي معديه فجاه رجعت بظهرها وانا واقف رست على رجل زي ما انت شايف كده واحنا واقفين اساسا بدون اي حاجه كنابل مسلم بالدموع خرطوش فرصه صحيه الضرب بس فرصه انا عاوز اوصلها بس لوزير الداخليه رساله بقول له يا وزير الاخوانجيه مش الداخليه والله والله شباب المنصوره بيقولوا والله يا محمد يا مرسي ما يكمل مدتك والله ما يكمل مدتك على قصصنا مش هكمل مدتك وحق اخواتنا هنجل شكرا طيب انا فندم انا طلعت من حوالي نص ساعه او ساعه لتلت من حوالي انا جيت نص ساعه او ساعه لتلت عاوز انزل اروح مفترض اروح على المستشفى اعمل اشعه مش عارف انزل مش عارف انزل اعمل اشعه على رجلي لان الدكتور قال لك في لازمه لابد تعمل اشعه ورجلي زي ما انت شايف انا مش قادر منها قافل لنا العلاج اللي انا خلصان اساسا يعني في دكاتره تحت جايب علاج مش عارف اتوفره هنا مش عارفين العلاج نفسه خلص كميه الاصابات اللي هنا خلصت العلاج ومفيش فرصه دكاتره تحت مش عارفه تطلع بالعلاج مستهدفين المستشفى الميدانيه عشان المصاب ما ينفعش يطلع عاملين مستشفى ميداني في الطيار الشعبي مستهدفين الطيار من فتره ضرب بغباء من سواء كنابل مسرعه من الدموع خرطوش سيادتك بتضرب عليها من البلكونات واحنا قاعدين داخل المستشفى يعني حالات الاغماء اللي بتيجي والمصابين سواء بخرطوش او سواء فرصه صحيه الضرب خرطوش بغباء ناس كتير لسه واحد دلوقتي من جنب مني واخد رصاصه في دماغه فتح له دماغه جدا خرطوش انا مش عارف عاوزين اوصله لحد فين بس اللي بقول له حاجه واحده بس لوزير الاخوانجيه مش وزير الداخليه والله 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 ما هكمل مدتك يا محمد يا مصر على قصصنا مش هكمل مدتك على اخواتنا مش هنسيبه